40 كيلو وبقى 85 كيلو، يعني خس أكتر من 50 كيلو في أكتر من 6 شهور. البروديوسر العظيم وائل دياب، انا عارفه انت اشتغلت في اماكن كتيره مهمه، احكي لي عن تخنت ازاي وخسيت ازاي. تمام، تخنت ازاي دي تقريبا مشكله عند كل الناس في مصر. انا عندي واحد صاحبي هو صديق عمري من 25 سنه 26 سنه، هو كل يعني انا عشان ما ليش اخوات ولاد، هو كل حاجه تمام. فهو بسم الله ما شاء الله هو كده، بس مش بني ادم، ممكن ياكل اي حاجه، ممكن ياكل الناس اللي في الاستوديو، ما عندوش اي مشكله تمام. نموذج ده نموذج مؤذي جدا. الساعه 9 بالليل يكلمني، ما فيش حد، انا هو ماليش حد غيره، هو صديق، هو صديق عمره اسمه مايك النبيل. انزل له يلا ناكل كفته مشويه، يلا ناكل سجق مشوي، يلا سندوتشات، يلا مش عارف ايه، ناكل 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 ناكل. فجاه لقيت نفسي من حاجه كده ما بتركبش اصلا المواصلات، ما بتقدرش تطلع اصلا السلم بتاع الاوتوبيس، وهو زي ما هو رفيع، وهو زي ما هو خالص. يا مايكل ما بتغيرش والله، حاجه كده ما اعرفش الاكل اللي بيروح فيه السلم. دول بقى بيضايقونا في الحياه جدا. كمل يا وائل. تمام. ف يعني انا لما تخنت كده حصلت، يعني حاولت ان انا اخس مره زي ما قلت لحضرتك فشلت، حاولت التانيه دي اللي انا جربت فيها الادويه، ضربت ضربة كانت محترمة جدا، هي دي بقى ضربة 140، ضربة عظيمة 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 عظيمة. جت بعدها فترة كده بدأت أركز شوية مع اللي بيحصل، يعني مثلا إيه، إن الناس بتضربني على بطني، واحد أكون واقف وسط الناس إيه ده كرش ده إيه يا حبيبي هديك يا بابا، أنت بتضرب على بني آدم على فكرة، أنا مش حيوان بتكلمه. كان في حد بس انا مش يعني مش عايزه ياخد الموضوع، لان هو اكتر حد بيشجعني دلوقتي، كان بيسميني الفيل الصغير، كان يخش كده كنا بنبقى في وسط زمايلنا وسط الناس يقول ايه ده الفيل الصغير اهو، وهم يضحكوا زي الزومبي. انت اكيد ساعتها كنت بتضطر تضحك، ما انا لازم اسكت هخسر الناس يعني. بس متضايق اكيد اكيد، ما بقى انا ما كنتش بعرف انا ايه، واحد بيقول عليك الفيل الصغير بيهزقك، انت كده انت خمسه سته واقفين حواليكي بيضحكوا عليكي. بس ما انت كان ممكن ترد عليه على فكره، ما اقدر هتخسريه، صار تقيل وبلس ما كانش ده الحاله الوحيده، حاجات تانية يعني مثلا ركبت رحت اركب الميكروباص، سواء الميكروباص والله العظيم عامل زي بتاع صفيحه البايظه بيقول لي انت هتبوظ الكرسي لو قعدت عليه، لو سمحت ما تقعدش على الكرسي ده، الكرسي في كرسي كده بيبقى قلاب كده كرسي بيتفرد في في الميكروباص، يقول لي ما تقعدش عليه لا هيبوظ عشان وزني تقيل، يا ما عربيه ما فيهاش حاجه تانيه اصلا جت عند الكرسي ده هيبوظ. فبس تيجي الحاله دي، فدخلت في حاله نفسيه كده وافتكرت ان جدتي الله يرحمها هي من الناس اللي لما وزنهم زاد قوي بعد يعني ما قدرتش تمشي، ثم الموضوع تحول لوفاة، اتوفت بسبب الموضوع. فدخلت في حالة نفسية اللي هو أنا هخس، أنا هخس ومش هسمع لحد، ولا هسمع لنصايح دكاترة، ولا هسمع لأي حد خالص، أنا هخس خس مش هاكل خالص وهنزل أموت نفسي رياضة. طيب جربت تروح لدكاترة التغذية؟ ولا هسمع لحد، لأن هم كل رأيهم مختلف، وساعات بصراحة ناس بتقفلني، يعني مثلا انت حضرتك بتقول لي حاجات بتكلفة مادية عالية جدا، انا ممكن ما يكونش معايا التكلفة دي وانا ممكن اخس من غيرها. زي ايه بقى؟ يعني مثلا انت يعني مثلا يقول لك احسب السعرات الحرارية، انا دلوقتي اقدر احسبها، انا عارف ازاي يعني احسب السعرات الحرارية، اي بني ادم طبيعي لازم يتعلم يعني ايه حسبة سعرات حرارية، ده موضوع صعب جدا. لما حضرتك تقول لي روح هات شوفان وروح هات لبن وروح هات تفاح اخضر وروح هات وهات وهات وهات، طب ما ده تكلفة حضرتك، انت بتكلمني في 3-4000 جنيه غير مبلغ حضرتك الشخصي، فانا كده دخلت في مبلغ قد كده عشان اخس، مع ان اي بني ادم بيتكلمني من 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 الاكل اللي في البيئه بتاعتي بتظبطه لي، انت بتكلمني على تارجت مادي حضرتك بتحققه او مش حضرتك بتحققه، مبلغ مادي بتقول لي عليه ان انا مطلوب مني ان انا ادفعه عشان خاطر ان انا اخس، طب ما انا كده ممكن بقى اروح يعني اخد حبوب او اجرب العمليه او اعمل اي حاجه، طب ما هي لو بفلوس. لا بس كان القرار ان انا اخس بالرياضه وبقله الاكل. انت اصلا كنت رياضي؟ لا يعني كنت بلعب كوره، يعني الجسم الفت ده الصوره دي الثانيه دي بقى دي اللي خلت الصوره فايرال على السوشيال ميديا، ازاي واحد خس بعضلات. ما هو ده دي صوره يتشك فيها يعني. انا كنت بقعد 3 ساعات في الجيم كل يوم 6 ايام في الاسبوع. ايوه
ما عشان كده بسألك، انت اصلا رياضي فتقدر تقعد. ففي في كابتن هناك اسمه كابتن اسلام شافني كده، عاده الكباتن بتساعد الناس اللي بتشوفها مجتهد، قال لي انت هتقعد هتقع او هيغمى عليك في الجيم. قال لي انت هتقع يوم، لان انا هدوم بتبقى كلها ميه، رجلي نفسها بتنزل ميه من كتر يعني كنت بجري لي ساعه، كنت بقعد اتنطط كروسفيت، اخش اي حاجه كنت بلعبها تمام. فبعد كده خرجت سالت شخص ما يعني، وقال لي لا انت لازم تبدا تاكل، تبدا تخش حديد مع ان انت تاكل اكل نظيف. كان اول مره اسمع مصطلح الهيلثي فود بقى والاكل النظيف، فبدات بقى اشوف. كنت بس انا كنت ساعتها كنت خسيت يعني، كنت وصلت ل 83 كيلو. اول نظام غذائي مشيت عليه اللي هو اللي ارتاح له ضميرك، مش دكتور قاله لك. تمام. اول نظام انا كنت متعود كل يوم الصبح اصحى انزل اكل من عربيه الفول. كل يوم الصبح. كنت بتاكل قد ايه؟ لا طبق فول وطبق بتنجان وطبق بطاطس وطبق بقى بيض وطبق جبنه بقى وهات بقى هات اي حاجه تريحك. انا وعيش قد ايه معاهم؟ رغيفين. تمام. واكل بقى. فرحت قلت له بصراحه ممدوح تدمرت لي حياتي، انت لازم تصلح اللي انت عملته. قال لي خلاص، انت تيجي كل يوم تاخد مني طبق فول في سلطه، الطبق الثاني انا مقشر لك عليه بالطين وعليهم شطه. تمام. الشطه بتسرع الهضم هتظبط معاك جدا بالظبط كده. ده ممدوح عربيه الفول. والله تحيه الممدوح بتاع عربيه الفول. والله راجل عظيم. هو ده اللي حصل بالظبط. يعني ممدوح هو اللي عمل لك النظام الغذائي. والغدا بقى كنت يعني نص يبقى الصبح طبق فول بالسلطه من غير عيش خالص وبيض مسلوق. لا سلطه، طبق سلطه، طبق سلطه فول. طبق فول. طبق سلطه في فول عشان اقدر اروح بيه الشغل، ما اقدرش يعني ما اصحاش من النوم اكل على طول. تمام. لا ممدوح مفكر خدي بالك. فضلت قد كده قد ايه مع ممدوح في على موضوع العربيه الفول ده؟ كان 5 شهور. 5 شهور ده فطارك؟ ده فطارك باشتراك يومي فاهم. هو اشتراك مثبت السعر ما بيغيرش. عظيم. زادت نزلت. لا هو سعر واحد. عظيم. الغدا؟ الغدا كان على حسب بقى، ممكن اكل علبه تونه، ممكن اكل نص فرخه، ممكن اكل سمك مشوي، على حسب. العشاء؟ لا مفيش، خلص الاكل كان. ما تتعشاش بقى خالص. وبرتقان. طب ما برتقان برتقان بس يعني اول ما الاقي اي حد قصادي بيبيع برتقان اروح اشرب برتقان بالظبط. تشرب عصير برتقان؟ اشرب عصير برتقان. انا هركز قوي على لحظات الاحباط، لاني متاكده اللي بيتفرج على الحلقه دي هو بيدور على حاجه يعني تايهه منه. واول مشكله عنده هو انه ممكن يمشي يومين ثلاثه على الموضوع ده، بس بعد كده الموضوع بيتنسف. تمام صحيح. بس انا لحظات الاحباط بالنسبه لي كان كل مواقف الناس معايا هي اللي بتبوش او بتدفعني ان انا اكمل. يعني انا اول مره بدات الدايت واحد دخل يقول لي يا عم انت هتقرفنا معاك، لا هتعمل حاجه. والله العظيم دخل كده وانا ما فيش اي حاجه منه لنفسه، هو دخل تفضل مشكورا قال لي الجملتين دول. واحد يقول لي انت ممكن تجرب تعمل حاجه تانية هتخس بسرعه بدل ما انت قاعد تعب نفسك كده ومرمط نفسك. وفي الجيم مثلا يقول لي بص انت تاخد حقنه هتفورك في شهر. ايه؟ لا انا ما اعرفش الموضوع ده. لا بشتغل على الموضوع ده جدا. يقول لي كان اسمها لا في حقنه عشان العضلات. لا دهن للدهون، هي مخصوصه للدهون بس انا مش هقول اسمها عشان ما حدش. لا طبعا. تمام. بس دي تخوف. دي تخوف لان ليها سايد افكت، لازم يحصل سايد افكت. هتخسي بس هيحصل سايد افكت ايا كان، انت جسمك كويس وحش ما عندكيش امراض ما تعنيش معاها، هيحصل سايد افكت. وبعدين برضو لما حصل موضوع اللي هو ان انت تخس بماسلز ده، فجاه الواحد حب نفسه، حب شكله كده، ايه ده الحياه حلوه اهي. بعدين بعد اول شهرين انا ساكن في الدور الرابع، انا ما كنتش بقدر اطلع السلم غير دورين واقعد انهك شويه خد نفسي واكمل. لا انا بقيت اطلع جري، ايه ده الموضوع ما السلم سهل اهو، امال انا مستصعب ليه؟ كانت دي مهمه مستحيله. ليه؟ لا دي مهمه مستحيله. اطلع البيت؟ لا يا لهوي انا مروح وهطلع البيت ده مشوار لفوق.
في نشاط، في طاقة جواك. في نشاط، في طاقة، يعني بقيت سمارت أكتر، بذاكر أكتر، بشتغل أكتر. كان في حاجات كتير قوي في دماغي بعملها. طيب قعدت 6 شهور على نفس النظام ده؟ من 6 شهور على نفس النظام. وبعد كده؟ 6 شهور وقت ما قالوا لي لا، يعني انت مفروض ان انت تستغل الحجم الطاقة اللي عندك ده في ان انت تبني ماسلز، وهنا ساعتها هتعمل يعني هتعمل ترانسفورميشن عالمي. خلي كل الناس تتكلم عنه. تحول. هنا بدأت بقى خلاص.